السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الرائعين في حلقة جديدة. ناس كتير لما مش شايفين الجرار ده على السكة فكروا ان اختفى، ان الجرار اتخرد، فبتجيلي اسئلة كتيرة جدا: يا باشمهندس الجرار دي راحت فين؟ هي الجرار دي اتخردت؟ هي الجرار دي لحقت تشتغل؟ وايه هي مواصفات الجرارات دي؟ وهل فعلا بتختلف عن الجرارات الجي اي الجديدة ولا لا؟ طب هل هي زي الجرارات الهنشل القديمة ولا مختلفة؟ ما تقلقش، كل ده هجاوب لك عليه من خلال الحلقة. بس ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك تنبيهات بالحلقات الجديدة اللي بننشرها. تابعونا.